زيادة أعداد خطوط الإنتاج الصناعية والتعاقد مع القطاع الخاص من أبرز الأمور التي تسعى إليها الشركة العامة لصناعة السيارات من أجل النهوض بواقع تلك الصناعات التي عانت من التراجع في السنوات الماضية. أما الآن وبإضافة الخطوط الجديدة باتت هنالك وفرة في الإنتاج والتخزين. عندنا معدات تخصصية، القلابات والتناكر والسحب المياه ورافعات والكرينات وما والباقي المعدات الأخرى، هذه احنا طورناها أكثر من الصالون اللي هي بدينا يعني تصنيع كل ما يبنى على الشاحنة. احنا نصنع في الشركة 100%، يعني وصلنا إلى مراحل تصنيع من 40 إلى 60% للمعدات التخصصية، وهذا اختصاصنا. طبعا نعتب على بعض الوزارات وبعض المحافظات بأنه المفروض احتياجاتها تأخذ من قرار الشركة من شركتنا شركة عامة للصناعات، ولكن هناك أكو نسبيا يعني أكو من يأخذ احتياجه، مو ماكو 100%، بس نسبيا أكو دوائر المحافظات والوزارات تأخذ إنتاجها من مقر شركتنا. كل خط يتكون من 30 محطة رئيسية بالإضافة إلى 11 محطة تحضيرية، ناهيك عن الطاقة الإنتاجية للخطوط الإيرانية 8 سيارات بالساعة، والصيني 3 سيارات بالساعة تقريبا حسب نوع، يعني هو تحدد حسب نوع المنتج السيارة الموجودة حاليا بالخط. افتتاح خطوط إنتاج جديدة تأتي في محاولة لرفد السوق المحلية بصناعة وطنية ذات مواصفات عالمية، إلا أن ذلك بات من الصعب تحقيقه الآن في ظل الاعتماد الكبير على المستورد من جهة وقلة الدعم الحكومي من جهة أخرى. كل خط من هذه الخطوط، الآن احنا في خط تجميع شاحنات رينو، والخط هو عبارة عن 8 محطات تجميعية ترادفها 9 محطات تحضيرية. المحطات التحضيريه هي تحضير الاجزاء وتقديمها للمحطات التجميعيه اللي احنا الان واقفين بها. المحطات الثمانيه هي عباره، المحطه الاولى هي محطه الشاصي اللي يجي هو عباره، يمكن صورتوه، عباره عن قطعتين يتجمع الكروسات الداخليه واجزاء بسيطه تربط به، بعدين يروح الى جهاز البرشه بنسميه جهاز الريفت اللي يثبت تثبيت نهائي للكروسات الداخلية على الشاصي. المحطة الأخرى اللي وراء محطة الشاصي هي محطة تثبيت الأكسلات والمحاور الخلفية والمحور الأمامي. تطوير صناعة السيارات في العراق وبحسب المختصين يحتاج إلى الدعم الكبير من قبل الدولة، ويأتي ذلك من خلال الإعازة إلى الوزارات والدوائر الحكومية إلى التعاقد مع الشركات الوطنية بدلا من التعاقدات والاستيرادات الخارجية.